والآخر يحمل في طياته فئة الحول المهجنات الأصايل لأبناء القبائل، علما أن الجائزة سيارة للفائز بالمركز الأول ومن الثاني وحتى المركز العاشر، جوائز نقدية قيمة رصدت للفائزين. شكرا للمعلقين الذين سبقوني بالتعليق، محدثكم سالم بن ركاض العليلي يتواصل معلقا على أحداث هذا الشوط. على البركة نبدأ بأول المراكز ونعلن عن مقصصة عبيد بن سلطان بن مرخان الاشتبي من يقدم لنا مقصصة بأول المراكز، تليها على المركز الثاني فهنا شقر راشد بن حمد المريزيج هو من يتقدم بالمركز الثاني ليتابع بن مرخان خطوة بخطوة على المركز الأول في صراع البداية وفي صراع الأبطال وفي صراع التحدي على ناموس هذا الشوط. نتابع مشاهدينا الأعزاء المركز الثالث وثالث المراكز، فتأتي اللي هي رسمية حمد بن محمد بن صالح الخليفي يتقدم بالمركز الثالث، أما المركز الرابع رابع المراكز فهنا بشاير رياض بن ثامر السعدون يتقدم بالمركز الرابع، أما المركز الخامس فهناك تتواجد اليذاب مبارك بن محمد بن زايد الخيارين، والنقلة التالية إلى المركز السادس فمذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بن حول المري، والمركز السابع تتقدم ذهيبة السعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي على ثامن المراكز، أما المركز التاسع فتقترب العنود سعيد بن منالة بن غدير الاشتبي، والمركز العاشر أقول منصور السالم بن علي بن وديمة العامري. هذه الأسماء، هذه العشرة المراكز الأولى التي أعلناها على مسامعكم، فهو في أسماء أيضا صالت وجالت في الميادين ما وصلت إلى عالم الإذاعة تنتظر دورها وتنتظر أيضا الكيلو المتر الأخير، كيلو التحدي وكيلو البشاير وكيلو الناموس. نتابع مشاهدينا الأعزاء مقصصة على المقدمة، مقصصة العبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان من يسجل مقصصة بالمركز الأول، ويا محاسن الصدف أنها تحمل رقم واحد وعينها على الرقم واحد، ولكن مذيار الحمد بن عبد الله بن سعيد بن حول المري من يسحب البساط ويقدم مذيار بالمركز الأول، وبدأت تذاير عن كل الشعارات وتقدم مسرعة ومبدعة إلى ناموس هذا الشوط. المتابعة من هل المملكة، من هل المملكة قادمين على ظهر بشاير رياض بن ثامر السعدون من يقدم لنا هذا الشعار بالمركز الثاني، والمركز الثالث أقول شقرة راشد بن حمد بن راشد المريزيج هو يتقدم بالمركز الثالث، أما المركز الرابع العنود لسعيد بن منانة بن غدير رشتبي، المركز الخامس أيضا ما يستهان بها اللي هي رسمية الحمد بن محمد بن مبارك الخليفي هو من يقدم رسمية في هذا المهرجان الرسمي المرموم التراثي 2016. ناخذ المركز السادس وتقترب منصورة سالم بن علي بن وديمة العامري، والمركز السابع ذهيبر السعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي، أهل الوقال على أعصابهم ينتظرونك هناك يشاهدونك والآن يشجعونك، وبدأوا أيضا نقولكم نبشركم بشارة خير أنه بدأ يتجاوز من السابع إلى السادس إلى الخامس وفي طريقه إلى المقدمة. المتابعة من المركز الثامن فتأتينا مقصصة العبيد بن سلطان بن مرخان يتراجع إلى المركز الثامن، المركز التاسع منصورة سالم بن علي بن وديمة العامري، والمركز العاشر هناك أيضا شعار ظني سلطان بن سيف بن مبارك الاشتبي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى، الثمانية كيلو مترات مع الحول المهجنات نتابعهن في هذا الاندفاع وفي هذا التحدي. المركز الأول ما زالت مذيار تذاير بشعار حمد بن عبد الله بن سعيد بن حول المري هو من يقدم لنا مذيار، ولكن بن منانة ما يستهان به أيضا عينه على الناموس ويقترب من الصدارة، يقترب على ظهر العنود سعيد بن منانة بن غدير الاشتبي، والمركز الثالث هني اللي تتقدم بشاير رياض بن ثامر السعدون هو من يخاوي السعداء على مقدمة الشوط، والمركز الرابع هذه تحت رأس شيء، هذه تحت رأس رواية جاهزة للأوامر وجاهزة أيضا لإشارة
الدرعي، الدرعي هو من يقدم لنا اللي هي او رسميه حمد بن مبارك بن صالح الخليفي. الله الله، انضم الى المقدمه، انضم الى المنطقه الجميله، المنطقه الناموس، يتقدم مع رسميه. المركز الخامس فتاتي الذهيبر السعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي. هذه الخمسه المراكز الاولى التي اعلناها، وبنتاخر قليلا ناخذ المركز السادس منصوره سالم بن علي بن وديمه العامري، من يقدم لنا منصوره بالمركز السادس. يعود بن مرخان مره ثانيه الى قلب المعركه، وانسحاب وهمي كان من هذا الشعار ليجس نبض المشاركين، ولكن عاد بهجوم مركز مع مقصصه بالمركز السادس عبيد بن سلطان بن مرخان. المركز السابع اقول شقره راشد بن حمد المريزيج. هذه العشرة الثمانية، هذه تقريبا المجموعة الأولى التي نتابعها بالعين المجردة وبكل معدات دبي ريسنج التي تنقل الأحداث للوطن العربي الكبير وللعالم. نتابع مشاهدينا الكرام، وما زلنا يعني بهذه الهداوة، ولكن استعدوا يا مضمرين، لأن بدينا بزاوية الالتفاف الأخير، وهني أيضا يعني بتبين الحقيقة عندك الله يرحمك علي سالمين، عندك يا عود الحجيجة. نقول كم ما تبقى، 3 كيلومترات، ركز يلي بيركز، 3 كيلومترات تفصلنا عن خط النهاية، وهذه رسمية الآن خذت دورها، تقترب من السيارة. حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي من يقدم لها رسمية بأول المراكز. استعد يا الخليفي، لأن الجماعة يعني مستعدين للإثارة. المركز الثاني مذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بن حول المري، هو أقرب منافس لك في هذا الشوط. والمركز الثالث نقول بن منانه. المركز الرابع هناك الدرعي وصلنا، والمركز الخامس السعدون، والمركز السادس يأتينا راعي منصورة سالم بن علي بن وديمة العامري، وبن مرخان مع مقصصة بالمركز السابع. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء بالمراكز الأولى. نعود إلى المقدمة عند الخمس الشعارات التي تتصارع على مقدمة الشوط بقيادة رسمية. حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي هو من يقدم رسمية. الله أعلم وين يسير هذا الناموس، نحن ما هو بعارفين وين، يعني بنركز على صاحبة المركز الأول. هذا هو الميدان لمن أراد التحدي، هذا هو ميدان المرموم، يفتح أبوابه. قالوا المرموم منشل الأصل صايل، والهجن من كل ميدان عن اللي تلتقي فيه القبائل والسلايل، والروية تغذي الميدان كله. ورسمية أيضا محافظة على موقعها الصحيح، محافظة بشعار السيد حمد بن محمد بن مبارك بن صالح الخليفي، من يقدم رسمية بأول المراكز، ليتليها على المركز الثاني مذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بن حول المري. الله يا بن حول، حول إلى المركز الأول، حول، لأنه خلاص ها شوفوا المنصة الرئيسية، سيدة خطنا مستقيم إلى المنصة الرئيسية. 2 كيلومتر يا مشاهدين، يا مضمرين، يا متابعين. المركز الثالث بشاير رياض بن ثامر السعدون، والمركز الرابع بدأ يحرك تحركات محسوسة وملموسة بن منانة، سعيد بن منانة بن غدي الاشتبي يقدم العنود. والمركز الرابع هذه اللي قلنا انسحبت انسحاب وهمي، اللي هي مقصصها في أول إذاعتنا كانت بالمركز الأول، تراجعت إلى المركز العاشر وردت مرة ثانية بهجمة مرتدة خطيرة. عبيد بن سلطان بن عبيد بن مرخان القادمة منصورة سالم بن علي بن وديمة العامري أيضا يهاجم المقدمة، يهاجم الله الكل. المجموعة الثانية خطيرة أيضا، بدأت تهاجم المقدمة. ناخذ المركز السادس فأهل الذهيبة السعيدي بن حمدان بن سعيد الدرعي، من يقدم لنا الذهيبة بالمركز السادس. والمركز السابع أول إذاعة للظبي، أول إذاعة للظبي. يا مرحبا بزميلنا ومعلقنا ومشاركنا سالم بن سعيد بن حضيرم. وصلنا بن حضيرم إلى المركز السادس. حرك يا أبو خالد، خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم. هناك أيضا المتابعة من الذيبة جار الله بن حمد بن جار الله بن سالمين المري بالمركز الثامن. والمركز التاسع محمد بن حمد بن ملهوف. والمركز العاشر أقول بشاير راشد بن ناصر الجبر النعيمي. هذه الأسماء الجديدة اللي وصلتنا في الكيلو والمتر الأخير، الكيلو المتر الأخير. يا مشاهدين يا متابعين، بدأت الإثارة وبدأ التحدي، ولكن رسمية صامدة. حمد بن محمد بن مبارك الخليفي صامد مع المركز الأول. بن منانا يهاجم
المهاجم المقدمة، وهناك أيضا مذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بالحول المري على المركز الثالث والمركز الرابع، جول بشاير رياض بن ثامر السعدون. مرحبا بالظبي، مرحبا بالظبي، يا مرحبا باللي حضرت، يا مرحبا باللي اختفت، يا مرحبا باللي هجمت، يا مرحبا باللي جاوزت، يا مرحبا باللي تدلعت، تدلع تدلع بأشعار خالد بن سالم بن حضيرم. يا بن حضيرم حاضر، يا بن حضيرم روح، يا بن حضيرم سوق، يا بن حضيرم روح، يا بن حضيرم خذ المقدمة. يا سلام السيارة العاشرة، السيارة العاشرة في رصيدها. يا سلام يا سلام يا ام السيايير، يا سلام يا ام النواميس، يا سلام يا ام الانتصارات. هنو الله الله، بن حضيرم بن حضيرم بن حضيرم، الناموس الناموس يا لسالم. الله يا المشجعين، الله يا المشجعين، خالد بن سالم بن سعيد بن حضيرم، سلام يا بن حضيرم سلام. الناموس صوروه صوروه يبتسم، سلام سلام سلام، اخذوا عليه صورة، اخذوا عليه صورة فوتوغرافية جميلة. سلام لبن حضيرم، سلام سلام على هذا الانتصار. راعي الظبي سالم بن سعيد بن حضيرم هو صاحب الناموس، هو صاحب الانتصار. رصيدها السيارة العاشرة، رصيدها السيارة العاشرة، تعتزل ويانا الخبر اليقين. الجماعة قالوا بتعتزل ولكن الناموس 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 الناموس. الله الله يا ابو سعيد، الناموس فرحت جماهيرك وفرحت مشجعينك وفرحت والمعلقين وكل كل الناس فرحوا بهذا الانتصار. نهني نهني سالم بن سعيد بن حضير، منهني على فوز الظبي بالمركز الأول، وسلام سلام عليكم يا أهل الفوعة بالعين الجميلة، تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصلت مذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بن حول المري، والمركز الثالث كان من نصيب نجدة سلطان بن سيف بن مبارك الاجتبي. المركز الرابع رسمية الحمد بن محمد الخليفي، والمركز الخامس بشاير رياض بن ثامر السعدون. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، تهانينا يا أبو سعيد، تهانينا يا أبو سعيد، نهنيك على فوز الظبي بالمركز الأول. تعال يا أبو سعيد. التوقيت الزمني 12 دقيقة 47 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس المركز الثاني مذيار حمد بن عبد الله بن سعيد بن حول البري، 12 دقيقة 47 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثالث، نشوف توقيت المركز الثالث الذي تحقق مع نجدة سلطان بن سيف بن مبارك الاجتبي، 12 دقيقة 51 ثانية، وفاء وكمالا وتماما. تهانينا وألف مبروك لكل الفائزين، والميكروفون ينتقل إلى زميلي راشد الزرعي. بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركته نستعين.